برد برد اللي احبه قلبك يعني بالباينس دخان. يلا باقي شوي ونوصل. باي باقي شوي، باقي ساعتين تو الناس ساعة ونص ساعتين، ما ادري ايش كثر تليفوني طافي، ما ادري ايش كثر باقي. انا واقف بس اضبط امور الشحن، تليفون طفي، واحنا بوسط الثلج والعاصفة الثلجية والهواء الثلجي. الثلج امامك ويسارك ويمينك والماء تحتك. الوضع هنا بالماينس، يعني ماينس 3 ثلوج كل صوب. أنا وقفت هنا بالاستراحة، بس وقفت أصابعي شوية، أصابعي ولت الكاميرا مرانة تشتغل، يطلع لي نوت إنه يبقى الكاميرا مثلجة مرابي تصور. الوضع برد برد، كل شيء أبيض أبيض، وأنا يعني راح أتفرغ للشارع وان شاء الله نصور هناك لما نوصل بالسلامة. خلونا نتفرغ للطريق ونطالع الامور وننتبه للطريق، ان شاء الله نوصل بالسلامة. يعني الاجواء صعبة جدا، بس الحمد لله كل شيء in one piece يا شباب. ندش داخل بس بالدفة زيادة نواصل طريقنا. زين لقيت لي محطة وقص فيها، هدف فيها أصابعي ما قمت أحس فيهم، قاموا يعوروني من قلب. وصلت يعني ماينس 5، عرفت جامة كل شيء قام يثلج على الدراجة. التليفون طافي ماكو لوكيشن، بس قاعد أسأل ريال يقول لي باقي ساعتين. قلت له معود خلني أنا بوقف عندك بس بالدفة وأكمل. ثلج ثلج، شوف الداخل هني معونات الدنيا. متشكر، ها متشكر، هم ممنون، خيري ممنون، ميرسي. والله وقفت هنا بقالة ثانية، شوكولاتة زيادة. قلت اشرب شاي نطقطق اي شيء عند الريال الطيب وندفي اطرافنا. والله بغض النظر عن البرد صراحة مريت في جبال ومناظر شيء استمتعت فيه صراحة، بس أطرافي مشكلة تبرد حيل مع أن الدوبل الإطلاق تدفع سكان، بس برد 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 يطشر. صار جراندايزر مثلج الفوز كله رايح. بالله قربنا احنا، بس الكاميرات ما يشفيهم، لا الخريطة لا التليفون لا ما في شيء قام يشتغل، عرفت؟
شوف هذا صد الخشبه عشان لا تثلج الماكينه. فوز ها سعد قول بارد مثلج ساعه ساعه يقول ساعه. شاي عادي عادي والرجال يدري يقول بعود لا يحطون ايدهم خلنا نغطيه. وجهتنا الغير دقيقة، أنا ما أدري هالوجهة اللي أنا بقعد فيها ولا لا. اللوكيشن عليها بعد 48 أول صفحة مع الأسف يعني والله خلوا البر بنوة البر موجود في هذا الطبيعة والكبار المنظر خيالي بس مع الأسف كاميرات الدنيا الموبايل ما في شيء راضي يشتغل ما أدري هم البر بس أشوى أن هذا على الأقل تليفوني جديدي هو اللي شغال حاليا بس قاعد أكثر فيه ما أدري شيء ثاني شغال. ألف مبروك يا شباب الحمد لله على السلامة يا شباب. هذه تبريز وصلنا تبريز وأخيرا هذه مدينة تبريز وصلنا بعد صراع مع الهواء الثلجي كان برد مو كان هو الحين برد يعني برد ماينس الحين يعني اذا تدفيت ماينس ثلاثة يعني الحين ماينس ثلاثة دفى زين بس طول الطريق ما ادري الاغراض والاجهزة ما تشتغل كان برد يعني شاقولك اصابعي ريلي يعني درجة تجمد جراندايزر مثلج من اوله لاخره وصلنا ماينس ستة كذي كانت مثل سنو ينزل عليك مو مطر سنو يضرب ويبلل المكان بس يعني اكثر شيء كان يعني المفروض ننتبه منه انه كان يبلل الارض كان يبلل الشارع يعني هو ليح الشارع مبلل بس يعني احيانا تلقى ماي الحين السنو وقف لان طلعنا من الغيمة كانت ذاك صوب وكان يعدم الرؤية يعني ما تشوف الدنيا كلها ابيض بابيض الاحداث اللي صارت هناك مناظر حلوة واحد زلق ودعم بس من حسن حظ ان داعم يم الكرين وعندك ارتحت في نفق والله نفق دشينا يمكن في نفق اربعة ثلاثة كيلو اربعة كيلو طويل على نزول بس دفة بدون سنو بدون هذا يعني ارتحت فيه النفق
بعد النفقات بلشت اللوية. والحمد لله الآن اقتربنا احنا من تبريز، خلاص يعني تقدر تقول وصلنا هذه المدينة. مبين هذه المدينة تحت، وتبريز مدينة كبيرة يعني ما هي صغيرة، لكن احنا عندنا استراحة فيها فقط، راح نرتاح فيها اليوم ونواصل طريقنا بكرة. يعني اللي مشينا اليوم كافي، يعني بعد شوي يصير الليل، انا الحين ما اقدر اتحكم في اطرافي، فاذا صار الليل اتوقع ابرد من كذي. فاحنا نرتاح اليوم هنا في تبريز، وانجزنا انجاز طيب، وان شاء الله باكر نكمل الطريق. بس يا جماعة والله انه كان درب، يعني ما ادري ايش اقول عنه، يعني انا اتوقع يمكن اذا تجاوزت، انا اصلا مستغرب هذا المفروض كله اشوفه القطب الشمالي، انا قاعد اشوفه هني للحين ما طلعت من ايران، على الجدام شنو فيه؟ بس انا يعني اعتقد ان جدام مو اسوأ من هذا اللي قاعد امر فيه، يعني هني اتوقع هذول اصعب، يعني الوضع اصعب. يعني اذا فوق، اذا رحنا شمال بعد برد، ويعني شنو اكثر من كذي؟ قاعد نوصل هذا ثلج وماينس 6 وصلنا، اوكي يوصل 10 بعد اسوأ من كذي يعني، هو نفس الشيء. بس انا ما توقعت اني اشوف هالبرد والثلج مبكر يعني وانا في ايران، يعني توقعت يعني بروسيا على الأقل. بس احنا حاسبين حسابنا على كل الأحوال يعني. Welcome to Tabriz. أنا بروح الفندق، عشان باكر نكمل طريقنا، ما له داعي ندش تبريز، ما عندي جولة فيها. وتبريز مدينة كبيرة ما هي سهلة، يعني ترى تبريز مدينة كبيرة وفيها فعاليات وفيها مواقع، هوتيل بارس اي كولي، يا الله. السلام عليكم، اوتيل مخا خيلي ممنون. وين ده الشتاء هذا؟ تبريز هذا. وين ريسبشن سيته؟ اوكي. على الباركينج وعلى الفندق. والحمد لله على السلامة يا شباب. ويلكم تو تبريز.
هنا محط رحالنا. سلام. ها ايه اغراض بعدين. اوكي بيكوز لونج تايم. تعب تعب. طريق هذا قاعد يكلمني انا قلت له يا معود اصبر خلني استوعب ان انا وصلت. هاي جراندايزر تشيك عليه. ها ثلشت انك بوتي الغرفة وياي ما قصرت. الله يعطيك العافية شغلك طيب يا الحبيب. شغلك طيب. يلا خل نروح داخل. نحن الآن يا شباب نقدر نقول الحمد لله على سلامة. الحمد لله على سلامتكم سلامة الوصول. نحن الآن موجودين بالفندق شو اسمه نسيت اسمه المهم اللي قريناه وإحنا داشين. وصلنا الحمد لله. نحن الآن في تبريز راح نرتاح اليوم هني لسه بدري بس أنا أحتاج شوية وقت برتب أغراضي بتأكد إنه ما عندي شيء انتلف لأن ما زال الطريق في أوله. هذا اللي مرينا فيه متوقعينه وما زلنا في أول المشوار. كان صعب اليوم حين يبي لنا راحة والحمد لله على كل حال زين اللي وصلنا. اللي مرينا فيه زين اللي وصلنا والله بس كان الطريق صعب ومميز نفس الوقت. يعني صعب ومميز يعني أنا ما كنت أشوف الدنيا بيضة والسنو. يعني قاعد أسوق دراجة يعني أنا طول طول الطريق بروحي أنا الناس تطالع منو هذا اللي عابر مستغربين قاعد يقولون لي شلون أنت قاعد تمشي بهالثلج بالدراجة مينون. أقول لهم مينون مينون عادي بس لا الحمد لله يعني البدلة واللي أنا ثقلته ما حسسني بالبرد. لا كنت يعني مرتاح متدفي بس أطرافي الدس ما كان يؤدي تمام والبوت هذا هم ما يؤدي تمام. أوكي سيفتي وكل شيء بس هذا ما العمال كتر بلر برد قاعد يصير بارد مع أني أنا الجوارب لابس دبل بس لا لا برد برد يعني. فأنا اكتفيت في مشوار اليوم ان نوقف هني. هذا كله المشكلة الحين لازم انا ليش يعني بقعد الحين افكر ماني طالع وهذا لانه صار عندي تغيير. انا في البداية كنت بروح اذربيجان من اذربيجان بندخل على روسيا الحين صار عندي لخبطة في الجدول من طهران غيرت بدخل ارمينيا حولت اتجاهي. يعني انا ما كنت حاط ببالي اي تبريز نهائيا والحين كان انا في تبريز وبدخل ارمينيا وهذا كله انا مو دارس الخط فبقعد الحين بدرس خطة باكر. زين هل باكر نفس الاجواء؟ اذا باكر راح تكون معاي نفس الاجواء كذي لا صعبة يفضل ان ادرس الجو ادرس الجو حق المرة اللي وراها لان اذا مريت بهالجو مرتين ثلاث راح اتعب. اليوم تحملناه امس تحملناه بعد احنا ما نقدر كل مرة كذي لازم شوي نحافظ على الصحة علشان نقدر نستمر. فهمتوا علي؟ عشان نقدر نستمر عشان لا يتمكن منا الجو. هذا الجو يعني صعب ما هو سهل صعب جدا والحمد لله يعني بس كان لازم نتجاوزه عشان نواصل الطريق. والله كريم الحين ايش بسوي انا؟ بشوف هل راح امشي باكر من هنا او لا؟ هل باكر راح ندخل ارمينيا او لا؟ هل عندنا جوله في المدينه او لا؟ هذا كله يبين ان شاء الله في حلقتنا القادمه. والى هنا ننتهي ونراكم ان شاء الله على خير في حلقتنا القادمه مع تحياتي اخوكم كويتي ليدر من تبريز ايران ومع السلامه.
تشاو تشاو.